عودة إلى الشرقة، حيث دشن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم قبل ظهر اليوم بقاعة الجامعة القاسمية معرض المشاركات العالمية لمنطاد خليفة القائد الذي ينظمه فريق منطاد الإمارات. وتجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أوراق المعرض الذي ضم جولات منطاد الإمارات في دول العالم، مشيدا بما حققه الفريق من نجاح في جولته العالمية وتحقيق أهدافه السامية في نشر التسامح والتواصل مع الآخر. ومن جانبه أكد الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس فريق منطاد الإمارات أن معرض منطاد خليفة القائد يأتي في إطار تجسيد وتفعيل شباب الإمارات لرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في استمرارية نشر الوعي بين شرائح المجتمع المحلي والإقليمي وبالأخص الشباب الذي حرص منطاد الإمارات دائما على استقطابهم. تكاد تكون رسالتنا واحدة، نود أن نبين للعالم سماحة الإسلام وأن الإسلام دين لا يبتعد عن الآخرين وإنما يتواصل مع الآخر ويتحاور معه في ضوء سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله. وتلك هي الرؤية التي على أساسها أسسها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الجامعة القاسمية لتربي أجيالا على منهج الإسلام الوسطي المعتدل المتسم بالسماحة.